انا والله ما مصدق ده انا بتنشأ على كلاينت جديد للشركه. اقسم بالله مستر يوسف انا متاكد ان العقد كان هنا. قدامك دقيقه والاقي العقد ده على مكتبي. حاضر دقيقه. لسه 55 ثانيه. لسه 50 ثانية. وطرني بقى وطرني أكتر. لسه 45 ثانية. إيه أنت هتلم الورق يا لذيذ. بقول لك إيه؟ أنت ما شفتش العقد؟ شفته. يعني أنت عارف مكانه؟ أيوة. سيبنا اتهزق من الصبح؟ طب ما قلتليش ليه؟ ما سألتنيش. بجد والله؟ أنا آسفة. العقد فين؟ هنا. برافو عليك يا لذيذ. بقول لك ايه؟ كان اللي لقيته ماشي؟ انا اللي لقيته. يا سيدي انا عارفه ان انت شطور ولذيذ وانت اللي لقيته لوحدك، ممكن بقى ما تقولش ان انت اللي لقيته. اوكي. شكرا. اهو لقيته. لقيتيه؟ انت عارفه انت اللي ما كنتش لقيتيه انا كنت عامل فيكي ايه؟ مش عايزه اعرف. ايه ده؟ ايه ده؟ لقيتيه فين ده؟ في الباسكت. مين اللي رماه في الباسكت؟ المهندس رامي. رامي؟ عرفت بقى ان مفيش حاجه عندي بتضيع. عن اذنكم انا داخله اظبط الميك اب بتاعي. صباح الخير يا جماعه، لقيتوا العقد؟ لقيته في الزباله. في الزباله؟ مش تاخد بالك يا يوسف، هو انت لسه جاي دلوقتي؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا قول. اصل واحد صاحبي وقع من على الدائري امبارح وكنا مضطرين نسهر معاه بقى في المستشفى كلنا. اه وايه اللي تحت عينك ده؟ ما مش سهر يا يوسف، بقولك ما نمتش من امبارح. كنت سهران بعين واحده ولا ايه؟ بس انا ماليش في السهر انت عارف، فسقطت بدي بس كده. يا ابني انت مش هتبطل كده. ليه كدب ليه؟ دي لبنه دي ولا ايه؟ خد تعالى بس ما تخافش. اهدى. ما انت ما تربنيش. انا قصدي لبنى اللي عملت في وشك كده. ايوه يا عم. قفشتك تاني ها؟ طب ما تحترم نفسك، انت هتعمل لي فيها جان ليه؟ اتجوزتها ليه طيب؟ بس انا مش فاهم، هو لبنى دي بنت عمي وعم الله يرحمه كان مدخلها في الورث وانا ابويا كان ليه حته ارض يعني الموضوع مش كده. متجوزه تخليص حق يعني. بس بقى عشان لذيذ بيسجل كل حاجه. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب راسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.